فانا لن نعود عازمين الصمود عن خطانا لن نعود اقتلونا اقتلونا القتل عادا ولنا فخر الشهادة لنا فخر الشهادة اقتلونا القتل عادا ولنا فخر الشهادة قاسميون قاسميون أيها الفارس بالسلم فكرة أكثر اقلع الشر وغير كل منكر أيها الفارس بالسلم فكرة أكثر غير العالم فالعالم يبدو كسراب خاضع لا يتغير غير العالم فالعالم يبدو كسراب خاضع لا يتغير واخرج الآن إلى أرض العراق حرر العقل عسى أن يتحرى يا أبا الضيم وفجرنا حياة ثورة عارمة من وحي حيدا واخرج اليوم إلى أرض العراق حرر العقل عسى أن يتحرى يا أبا الضيم وفجرها حياة ثورة عارمة من وحي حيدا وتدفق في بطون الأمهات تنجب الثور أسادا لتزأى تستمد العزم عند الصلوات والهتافات غدت الله أكبر والهتافات غدت الله أكبر وتدفق في بطون الأمهات تنجب الثور أسادا لتسأى تستمد العزم عند الصلوات والهتافات غدت الله أكبر اقلع الشر وغير كل منكر أيها الفارس انزل فكرة أكثر غير العالم فالعالم يبدو كسراب خادع لا يتغير واخرج اليوم إلى أرض العراق حرر العقل عسى أن يتحرى يا أبا الضيم وفجرها حياة ثورة عارمة من وحي حيدا وتدفق في بطون الأمهات تنجب الثور أسادا لتزأى تستمد العزم عند الصلوات والهتافات غدت الله أكبر والهتافات غدت وارث النبوة ملهما وقوة وارث
ملهما وقوت للمضاحي منتجا إرادة صانع الشهادة حامي الدين مكن الحبالة تنجب الجبال أي تمكين أطلق المسيرة ساعة الظهيرة للمصلي مكن الحبال تنجب الجبال أي تمكين أطلق المسيرة ساعة الظهيرة للمصلي وارث النبوة ملهما وقوى للمضحي منتجا إرادة صانع الشهادة حامي الدين مكن الحبال تنجب الجبال أي تمكين أطلق المسيرة ساعة الظهيرة للمصلين إنه فارس الهيجا ربنا قد شاء لقاه إنه قدم الغالي صفوة الآلي ودماه إنه فارس الهيجة ربنا قد شاء لقاه إنه قدم الغالي صفوة الآلي ودماه اقلع الشر وغير كل منكر أيها الفارس وزل فكرة أكثر غير العالم فالعالم يبدو كسراب خادع لا يتغير واخرج اليوم إلى أرض العراقي حرر العقل عسى العلم يتحرى يا أبا الضيم وفجرها حياة ثورة عارمة من وحي حيدا وتدفق في بطون الأمهات تنجب الثوار أسادا لتزأل وتدفق في بطون الأمهات تنجب الثوار أسادا لتزأل تستمد العزم عن الصلوات والهتافات قالت الله أكبر والهتافات قالت الله أكبر وتدفق في بطون الأمهات تنجب الثوار أسادا للتسأل تستمد العزم عن الصلوات والهتافات غدت الله أكبر والهتافات غدت الله أكبر وارث النبوة ملهما وقوة للمضحي منتجا إرادة صانع الشهادة حامي الدين مكن الحبال تنجب الجبال أي تمكين أطلق المسيرة ساعة الظهيرة للمصلي إنه فارس الهيجة ربنا قد شاء لقاه إنه قدم الغالي صفوة الآلي ودماه إنه فارس الهيجة ربنا قد شاء لقاه إنه قدم الغالي صفوة الآلي ودماه يا
قتال سقطت أقنعة وارتفعت نصال يوم عاشوراء حين اندلع القتال سقطت أقنعة وارتفعت نصال والتلاقى الطعن بالطعن وكل شيء بين أتلال من القتلى هنا سؤال بين أتلال من القتلى هنا سؤال عندما كان أبو الغيرة في الظهير ساعة وامتزج الحمرة والزوال عندما كان أبو الغيرة في الظهير ساعة وامتزج الحمرة والزوال أوقف الحرب إلى الموعد للصلاة أم تراه استأنف الحرب مع النزال أم تراه استأنف الحرب مع النزال يوم عاشوراء حين اندلع القتال سقطت أقنعة وارتفعت نصال وتلاقى الطعن بالطعن وكل شيء بين أتلال من القتلى هنا سؤال عندما كان أبو الغيرة في الظهير ساعة وامتزج الحمرة والزوال أوقف الحرب إلى الموعد للصلاة أم تراه استأنف الحرب مع النزال وقت الصلاة أذنها شعير وقت الصلاة أذنها شعير تلك السمات في ساعة الظهير وقت مقدس للأمة الأبية يا لست تيأس فالروح تضحوية وقت الصلاة أذنها شعيرة تلك السمات في ساعة الظهيرة وقت مقدس للأمة الأبية لا لست تيأس فالروح تضحوية وقت مقدس للأمة الأبية لا لست تيأس فالروح تضحوية وقت الصلاة أذنها شعيرة تلك السمات في ساعة الظهيرة وقت مقدس للأمة الأبية لا لست تيأس فالروح تضحوية فالصلاة همنا هكذا مبدأنا فالصلاة همنا هكذا مبدأنا فالحسين خطنا فالحسين خطنا مثله حاصرنا شمره وشمرنا مثله حاصرنا شمره وشمرنا قتلوا شبابنا قتلوا شبابنا فالصلاة همنا هكذا مبدأنا فالحسين خطنا مثله حاصرنا شمره وشمرنا قتلوا شبابنا يوم عاشوراء حين اندلع القتال سقطت أقنعة وارتفعت نصال وتلاقى الطعن بالطعن وكل شيء بين أتلال من القتلى هنا سؤال عندما كان أبو الغيرة في الظهيرة ساعة وامتزج الحمرة والزوال أوقف الحرب إلى الموعد للصلاة أن تراه استأنف الحرب مع النزال وقت الصلاة أذنها شعيرة تلك السمات في ساعة الظهيرة وقت مقدس للأمة الأبية لا لست تيأس فالروح تضحوية فالصلاة همنا هكذا مبدأنا فالحسين خطنا مثله حاصرنا شمره وشمرنا قتلوا شبابنا